هل صحيح أن الإكثار من القهوة مكروه؟ القهوة من الشراب المباح، لكن إذا قيل إن الإكثار منها يضر صارت حرام، ومن ثم يختلف الناس. فهذا الرجل الذي قيل له لا تشرب القهوة فإنها ضارة بك، نقول لا تشرب حرام عليك، والآخر الذي اعتاد شربها ولم تؤثر عليه نقول اشرب ما شئت. ولهذا لا أحد يشك في أن التمر حلال، لكن لو قيل لرجل مصاب بداء السكر لا تأكل التمر فإنه يؤثر عليك ويضره، قلنا التمر حرام عليك مع أنه حلال. فالشيء الحلال من مأكول ومشروب وملبوس إذا كان يتضمن ضررا على الإنسان فإنه يكون حراما عليه، كما أن الحرام من هذا إذا كانت تندفع به الضرورة صار حلالا. فالرجل الجائع الذي يخشى على نفسه الموت تحل له الميتة، ويحل له لحم الخنزير، ويحل له ما ذبح على النصب. والإنسان المضطر إلى لبس الحرير، وأعني بذلك الرجل، يجوز له أن يلبسه لو كان فيه حساسية يعني حكة، وقال الأطباء إن الذي يذهبها أن تلبس الحرير، قلنا البسه مع أنه حرام لكن للحاجة كاد له. فالمهم أن الشيء قد يكون حراما لشخص حلالا لآخر، وذلك حسب ما تقتضيه حاله. أما المحرم على الإطلاق فهو حرام على كل أحد، لكن مع ذلك المحرم على كل أحد إذا اضطر الإنسان إليه واندفعت ضرورته بتناوله صار حلالا. نعم. السلام عليكم.